نزوتو. ثاني نوع من التحويلات الهندسية اللي هو الانعكاس، انتهينا من الانتقال نشوفه الانعكاس. شنو تعريف الانعكاس؟ قال الانعكاس هو تحويل كل نقط المستوى في خط يسمى خط المرآة اللي هو خط الانعكاس. ملاحظة، قال لي خط الانعكاس هو المنصف العمودي بين الأصل والصورة، يعني خط الانعكاس حيكون ما بين موجود ما بين الأصل والصورة، يكون على هيئة مستقيم عمودي. قوانين الانعكاس سهلا علي إجراء عملية الانعكاس. هنا قال لي النقطة ألف سين وصاد انعكاس في محور السينات، حنغير إشارة الصاد، حتكون الصورة بالشكل هذا، ألف شرطة سين وناقص صاد. لاحظوا انعكاس في محور السينات حنغير إشارة الصاد، فحتجد الصورة ألف شرطة سين وناقص صاد. النقطة ألف سين وصاد انعكاس في محور الصادات، حنغير إشارة السين عكس بعض، نغير إشارة السين، فحتجد الألف شرطة ناقص سين وصاد. يعني لو كانت السين بالناقص تقعد موجب، لو كانت بالموجب تقعد بالناقص، المهم هنا نغير إشارة السين في انعكاس في محور الصادات، ونغير إشارة الصاد في حالة انعكاس في محور السينات. بعدين عندي النقطة ألف سين وصاد انعكاس حول نقطة الأصل. انعكاس حول نقطة الأصل حتكون الصورة متاعي ألف شرطة، هنغير إشارتين ناقص سين وناقص صاد. ناخذ مثال، قال هنا اعكس المثلث ألف باجيم اللي أمامنا في الشكل ألف باجيم، مرة يبيه انعكاس حول محور سينات، ومرة محور الصادات، ومرة حول المستقيم سين يساوي اثنين، ومرة يبيه انعكاس حول المستقيم صاد يساوي سين. نبدأ بأول وحدة هو رقم واحد، حنبدأ بانعكاس محور السينات. لاحظوا هذا المثلث الأصلي اللي عطيه لي هو ألف با جيم، نحن قلنا انعكاس محور السينات نغير إشارة الصاد. لاحظوا شوفوا النقطة الأولى شنو نحدث فيها، النقطة الأولى جاية على قيس ناقص 2 و3، لما نغير إشارة الصاد تقعد ناقص 2 وناقص 3، تمام حسب القانون اللي خذيناه. النقطة با جاية على قيس ناقص 3 و1، حتقعد ناقص 3 وناقص 1 في الأسفل. النقطة جيم الأحداث متاعها ناقص واحد وواحد، حتجد ناقص واحد وناقص واحد لما غيرنا الأحداث الصادي، تمام. فبالشكل هذا تكون عندي صورة المثلث ألف با جيم بانعكاس حول محور السينات. وفي طريقة أخرى لو أنا ما بيش نستخدم النقاط، أني أنا بحيث أن مثلا المسافة ما بين الألف والمستقيم العاكس اللي هو محور السينات تكون نفس المسافة ما بين المستقيم العاكس والألف شرطة، يعني صورة النقطة ألف. بمعنى لاحظوا معايا الألف أنا كم يبعد عن المحور العاكس اللي هو محور سينات؟ مربع 2 3، يبدأ حنشوف لوطة، يبدأ حتى الألف شرطة حننزل 4 ننزل 3 1 2 3، باهي النقطة باء تبعد كم عن المستقيم العاكس؟ تبعد وحدة واحدة، حننزل لوطة وحدة واحدة على قيسها. النقطة جيم تبعد وحدة واحدة عن المستقيم العاكس اللي هو محور سينات، حننزل لوطة بوحدة واحدة بنفس الكيفية، بحيث أننا نحافظ على نفس المسافات بعد كل نقطة من المستقيم العاكس مع المستقيم العاكس والصورة. نشوف تو انعكاس في محور الصادات. نحن قلنا انعكاس في محور الصادات نغير إشارة السين. هذا الشكل أمامي، هذا الشكل الأصلي ألف با جيم. نبدأ بالنقطة ألف، النقطة ألف قلنا الأحداث متاحة ناقص 2 و3، نغير إشارة السين معناها حتجد 2 و3، هذه الألف شرطة. النقطة باء ناقص واحد وواحد، حتقعد واحد وواحد لأن غيرنا إشارة السين. النقطة جيم ناقص 3 و1، حتقعد 3 و1 لأن غيرنا إشارة السين. هذه طريقة. الطريقة الأخرى قلنا حتى هي يكون بعد النقطة من محور العاكس اللي هو محور الصادات نفس بعد المحور العاكس من الصورة. لاحظوا هنا النقطة ألف تبعد بكم؟ 3 وحدات، 1 2 3، حنمشي غادي 3 وحدات، 1 2 3. نجي للنقطة باء تبعد وحدة واحدة، حتكون هنا تبعد بوحدة واحدة. نقطة جيم تبعد 3 وحدات، يبدأ حتى هنا حتبعد ب3 وحدات، فأخذناها بالطريقتين. والأسهل والأضمن إننا نستخدم القوانين. نجول الانعكاس حول المستقيم سين يساوي 2. أول حاجة حنصنع المستقيم العاكس اللي هو سين يساوي 2 اللي هو ميزناه باللون الأحمر. هذا مستقيم سين يساوي 2 هو عبارة عن مستقيم نقطة محور السينات عند النقطة 2 وموازي لمحور الصادات. هنا طبعا حتى حنعد المسافات، نعد الوحدات ما بين النقطة والمستقيم العاكس اللي هو سين يساوي 2 مع المستقيم العاكس في الصورة. لاحظ المسافة هنا كم؟ 1 أو نقطة ألف، 1 2 3 4، حنمشي غادي 4
واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا نحط الألف شرطة هن، نجي للباء، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عند المستقيم العكس نبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نحط الباء شرطة. نجي للجيم، واحد اثنين ثلاثة مع المستقيم العكس اللي هو سين يساوي اثنين، بعدين نعد واحد اثنين ثلاثة ونحط جيم شرطة. وبهيك بهذه الطريقة نكون هنا عكس المستقيم الباء جيم حول المستقيم العاكس سين يساوي اثنين. بعدين انعكاس حول المستقيم صاد يساوي سين. في طريقة سهلة للانعكاس حول المستقيم صاد يساوي سين، كل نقطة في المثلث الأصلي نقلب الحدود، يعني لما تكون مثلا النقطة 2 و 3 نخليها 3 و 2، يعني سين وصاد النقطة خليها صاد وسين. شوفوا معي هذا المستقيم الأصلي ألف باء جيم، مثلا النقطة ألف ناقص 2 و 3 حتيجي 3 وناقص 2، لاحظوا حتيجي 3 وناقص 2 أو بالشكل هذا، هذه الألف شرطة. بهي النقطة باء ناقص 3 و 1 حتيجي 1 وناقص 3، العكس 1 وناقص 3. النقطة جيم الاحداث متاعها ناقص واحد وواحد، نقلبها تجد واحد وناقص واحد، واحد وناقص واحد بالشكل هذا. وهذا هو المستقيم العاكس صاد يساوي سين، عبارة عن مستقيم مار بنقطة الأصل. هنا قال لي استكشف، هنشوف ملاحظات، قال لي أين توجد النقط الثابتة؟ هنا في حالة الانتقال وحالة الانعكاس لا توجد نقط ثابتة. بعدين قال لي هل الأشكال ثابتة؟ نعم الأشكال ثابتة، الانتقال والدوران، الانتقال والانعكاس محافظات على الشكل، دائما الأشكال ثابتة. هل المساحات ثابتة؟ نعم المساحات ثابتة، لأن الانتقال والانعكاس يحافظ على الشكل والحجم والمساحة. نشوف النوع